قمنا بزيارة لفخامة الرئيس، وأطلعناه على كل الأمور اللي تدخل تحت نطاق الوزارة، طلبنا توجيهاته، وشد فخامة الرئيس على كل الأمور اللي هي بتأثر على سلامة المواطن وراحته، من الطرق والمجاري والصرف الصحي إلى آخره. ونحن تعهدنا أنه نهتم بكل هالمواضيع ونضل على تواصل دائم وناخذ توجيهاته بكل وقت. اليوم إذا بتشوفوا، يمكن هلأ بتشوفوها، في شركة عم تقوم بتعقيم المطار، ورح تضل عم تعمل هالشي لفترة أشهر يعني. وبعتقد كل الأمور اللي بتتعلق بصحة المواطن نحن حريصين عليها، ومثل ما بتعرفوا حتى في خلية خاصة بمجلس الوزراء برئاسة دولة الرئيس اللي هي عم تهتم بهالمواضيع، ونحن بتنسيق دائم مع كوزارة أشغال عامة ونقل بكل المرافق العامة بكل الوسائل يعني المواصلات الموجودة، إنه يكون في تعقيم كامل، وكل الأمور اللي السلامة العامة بتتطلبها نحن عم نقوم فيها.